هاجر إلى موضوع آخر هو الآخر. صنع جدلا على أكثر من صعيد قرار الحكومة الذي يفرض التعامل بالصكوك عندما تفوق قيمة التعامل أو البيع المليون دينار. هذا القرار أثار حفيظة بعض نواب حزب جبهة التحرير الوطني وعلى رأسهم رئيس الكتلة محمد جميعي، وإضافة إلى النائب بهاء الدين طليبة. نتابع التقرير ليا طاهر بنزين ورفيق خلف الله. بعد يوم واحد على دخول قرار إلزامية التعامل بالصكوك في المعاملات التجارية حيز التنفيذ، وفي خرجة غير متوقعة خرج نواب عن جبهة التحرير الوطني المحسوبين على دائرة رجال المال والأعمال من عباءة المواقف المثمنة والمؤيدة لتوجهات الحكومة رافضين القرار. لقد تم التسرع في اتخاذ هذا القرار، وذلك بدون استشارة المتعاملين الاقتصاديين. والبنوك تعاني من خلل ينبغي إصلاح أولا حيث حتى يمكن تطبيق هذا الإجراء. لهذا أقول ليس من الذكاء في شيء أن نتسرع بفرض هذا الإجراء الذي اتخذ في رأيي بطريقة ارتجالية. خطوة من الأفلان حركت المياه في بيت المعارضة التي تساءلت بدورها عن دوافع الرفض الحقيقية التي لم تخرجها عن دائرة المصالح الشخصية لبعض الأفراد. احنا فقط نعبر عن قناعتنا، يعني كأحزاب نعبر عن قناعتنا كبرامج، ولكن لا يمكن أن نخلط بين القناعات الشخصية يعني مع القناعات أو البرامج الحزبية، هذا ما لا يفهم يعني في بعض الحالات. نحن نرى أن القرارات التي فيها فائدة للاقتصاد الوطني، التي فيها فائدة بالنسبة لسوق المال والأعمال، ينبغي أن تفعل وينبغي أن تباشر فيها الجزائر، لأننا نعرف تأخرا كبيرا في هذا الشأن. هي مواقف ما زالت تطرح أكثر من سؤال عن ما يجري في دواليب بيت الحزب العتيد. فهل خرجة نواب الأفلان نابعة عن قناعات شخصية أم أنها مجرد تحرك فردي خدمة للمصالح الضيقة لبعض رجال الأعمال؟ والشكر للسيد الأمين العام لحزب جبهة